أنا كنت أحب كل شيء اسمه أرتيزانات، تركيب أشكال، وطورت معي شوي شوي لحد اخترت الفواكه وخاصة اللقطين، لأنه اللقطين قريب شوي من الخشب، وصرت لها معي أشكال ولقيت استحسان من الناس اللي حولي وتشجيع، واستمرت حتى صرت يعني لقيها لهالحرفة هذه جزء مني يعني، وبحياتي اليومية بتصرف فيها. عم يطلب مني أكتر شيء يعني بدك تقول بيروت بالأوتيلات الفخمة الكبيرة، إذا في أعراس، إذا في فيستيفال، إذا في أوبنينج لشيء، عم يطلب أكتر شيء، وبالإضافة للبيرزداي يعني كمان عم يطلب أكتر شيء. هلا نحن بعيد الهالوين، وبما انه هيك الشغل صار معروف والناس بمتطلبه خاصه بهالعيد هذا، عندنا عجقه هالوين هلا يعني عم نشتغل حتى نلبي، ولذه او الشغله المميزه بالهالوين، الشغله المميزه بالهالوين انه ما في عندك ضوابط معينه لشكل الوجه، اهم شيء تعمل وجه هيك بخوف شوي، عابس من واحد الهالوين يعني، هذا اهم شيء.